التقى سعادة السيد محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات بالأمين العام للمنظمة البحرية الدولية السيد كيتاك ليم، وذلك على هامش مؤتمر استدامة الصناعة البحرية المقام في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. وتم خلال اللقاء بحث أنشطة المنظمة وأهمية تعزيز استدامة الخدمات البحرية، كما أكد سعادة الوزير على مشاركة مملكة البحرين في اجتماع الجمعية العمومية في شهر نوفمبر القادم ودعمها لكافة جهود المنظمة الرامية لتنظيم معايير السلامة والأمن البيئي للشحن البحري العالمي.